رايحين اهو. داخل واحد صاحبي جوه. طب ايه باب المحفظه يا ياض؟ ما بشيلش محافظ. طب ايه العجاز نص ساعه وقت القبايل؟ او كمان عليكم عاملين دماغ وسخه بس اوعى تسوق فيها يا ياض، انت بتكلم ظابط. بقول لك ايه؟ انا بقى وزير الداخليه. تبان عليك هتبوظ الدماغ اللي احنا عاملينها. اقلب المحفظه لاحسن غزك. ايه ده؟ انت معاه معاه ماتو بجد؟ ايه ده؟ انت ظابط بجد يا هلا؟ الله ينور يا سعادة الباشا. أنا هعترف لك يا باشا، اتفضل. أدي المخدرات اللي كنت بحطها في دواليب العيال، هي دي الحاجات اللي كنت بسرقها منها. مبادئ إدارة أعمال، مقدمة في علم الإحصاء. إيه يا بنت، ده حرامية مثقفة؟ فين المخدرات؟ برضو يا باشا كتر خيرك، أنا كنت بذاكر فيهم. بذاكر فيهم؟ نبي انت شكلك لبط وهتتعبيني معاك يا اول. طب عشان تصدق ادي الكارنيه بتاعي، انا في كليه تجاره. الكارنيه ده مضروب. الله يسامحك يا باشا، انا بشتمك باهلك. بقولك الكارنيه مضروب، مالك؟ حضرتك عارف ان اقل كتاب من دول يجي بخمسين ستين جنيه، وانا هجيب منين يعني؟ بقولك ايه، انت هتقعدي تقولي لامي تعبانه وبجري على اخواتي، ما تجيبي من الاخر يا بت. يا باشا كل الحكاية ان انا بنت عندها طموح وبجري على اخواتي، تفتكر لازم تقبض عليا عشان عندي طموح يا باشا؟ طيب خلاص خلاص يا باشا، والله العظيم انا ما اقدر اجيب سيرة لحد، انا مش قد حضرتك. بص يا باشا، انا هساعدك بس مش عشان خايفة منك ولا عشان عايزة منك حاجة، انا هساعدك لان ده الصح. العيال ولاد الاغنياء دول اصلهم مش مقدرين النعمه اللي هم فيها، اللي غيرهم بيحلم بربعها. انت في حد شيوعي في عليكم يا بت؟ اكلمها على الجامعه والمخدرات اللي فيها، تقول لي محاضره في الحفظ الطبقي. بقول لك يا بت، انا مش عايز لماضه، من بكره تفتحي عينيكي في الجامعه، دبه النمله توصلني. ربنا يسهل يا باشا. خد يا بت، تعالي هنا. معاك فلوس؟ مستوره والحمد لله. طب هاتي 10 جنيه. بهزر معاك. خدي دول. برضه حضرتك مصمم تضايقني؟